السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الثور. اكبر تحيه لمواليد برج الثور الفتره دي، لان برج الثور الوضع بتاعه ما شاء الله عليه جميل جدا جدا، وفي جبر خاطر من عند ربنا. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون في استقرار نفسي وجسدي على اكتر من وضع في حياته. طيب التاريخ ايه؟ التاريخ 6/8 التاريخ بتاعك يا برج الثور، تاريخك بس علشان مصداقية قناتك. هنشوف النهارده فنجانك هيقول لك ايه، من تحذيرات، من تبشرات، من خير، من شر، من تفاؤل، من فرح، من كل اللي هيظهر معانا هنتكلم فيه مع بعض، وهنشوف الاخبار بتاعتنا واحده واحده، لان النصيب ما بين ايديكم والتقدم في حياتكم في اكتر من وضع، وده اللي قلت عليه من البدايه يا برج الثور. فيلا بينا بقى نشوف الفنجان ونفتحه. بس قبل ما افتح الفنجان انزلوا باللايك، طبعا فضل وليست امر، انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل، وشجعوا الفيديو بتاعكم واهتموا في فيديوهاتكم يا برج الثور شوية، علشان دايما انزل لكم طاقة ايجابية وفرح. يلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار عندنا واحدة واحدة، ونفتح بالصلاة على الحبيب. بسم الله ما شاء الله، طاقتك حلوة يا برج الثور. داخل على شهر فيه خير وفي رزق، داخل على شهر فيه بركة، داخل على شهر فيه أمان ليك، وفي راحة بال واستقرار، عندك استقرار عاطفي إن شاء الله بإذن الله. برج الثور دايما بيدور على الأمان في كل مكان، يعني مع أي علاقة أو في أي حتة أو في أي سكن أو في أي مكان في الدنيا، دايما بيدور على الأمان في حياته، خاصة عشان هو عدى بتجارب سيئة كتير جدا، اتخدع وخاب ظنه في ناس كتير حواليه، وكانت دايما حياته فيها لخبطة وفيها بعض العراقيل في حياته. وعلشان كده هو خلال أول شهر يوليو ان شاء الله بإذن الله هيبقى عنده استقرار عاطفي، وهيبقى عنده احتفاظ بمشاعره. برج الثور قرر ان هو يعتمد على نفسه ويكتفي بناس، بيكتفي بنفسه، وكمان ويركز جدا على مستقبله، وما بيسمحش لحد دلوقتي. يعني انت برج الثور دلوقتي بدأت ان انت تفقد حاجات كتيرة جدا في حياتك، وبدأت بس تركز على حياتك وتشتغل على نفسك وتأمن مستقبلك، وما بقتش تسمح لأي حد يستغل طيبتك ومشاعرك او يستغل حياتك في انه يستغل منك حاجات، علشان خاطر انت سمحت كتير جدا واديت مليون فرصة. يعني لما حد بيغلط في حياتك انت بتديه فرص كتير، مرة واتنين وتلاتة، علشان يصحح في الغلط، وكمان علشان خاطر انت لما تاخد القرار ما ترجعش تندم. برج الثور دايما انت بتحب المكان اللي فيه ترفية، المكان اللي هو حلو اللي يغير من مزاجك، والحد الان مش لاقيه، دايما بتبقى عايز حد يمنحك، حد يهتم بيك، حد يحبك، بتحاول دايما توصل للحظة لحظة حلوة في حياتك، علشان تخليك تنسى كل امورك القاسية اللي انت عشتها، لكن بتكتشف ان كل حاجة وقت وصبر، كل حاجة وقت وصبر، فانت بترضى بحياتك بوضعها وبتصبر مهما يكون، وبتحاول دايما تعمل مجهود وتعمل انجازات، وبتقوم بكل اللحظات القاسية اللي في حياتك ولحظات اليأس. يعني لما بتدخل في مرحلة يأس انت يا برج الثور بتقاوم وبتعافر وبتكمل، وبتبقى عايز ايه؟ تبني. انت مشكلتك هنا برج الثور ان انت بتكره البرود، لو دخلت في علاقة ولقيتها باردة بتنهيها، ما بتحبش ان حد يجامل كتير جدا، ما بتحبش المجاملة، بتحب ان كل حاجة تكون واضحة من غير اي فلتر ولا غير اي مشاكل، دايما صريح جدا، دايما صريح جدا، بتحب الصراحة، ما بتحبش حد يستغلك، وما بتحبش حد ينرفزك ولا حد ان هو ايه يخليك توصل لمرحلة الاستفزاز.
دايما انت يا برج الثور بترحب بالناس وبتحب الناس وبتديهم كتير جدا، ما بتحبش الحوارات يا برج الثور، بتحب دايما كل حاجة تكون واضحة، ما بتحبش الغموض ولا بتحب الغباء. يعني لو دخلت في مرحلة فيها غباء او مرحلة فيها شك او اي حاجة بتتخلص منها بسرعة. اجمل حاجة في برج الثور انه محدش يعرف يكذب عليه. عنده لغة العيون، عنده لغة ان هو يدخل في قلبك على طول. لو حد بينصح اي حد ما يكذبش على برج الثور، علشان برج الثور من الابراج اللي هي بتربط الخيوط كلها مع بعض وبتطلع نتيجة مبهرة، بتطلع نتيجة كده في ثانية تلخبط الدنيا. يعني بلاش احسن حد عشان يقدر يكسب برج الثور ويتعامل معاه، الاحسن انتوا بلاش تكذبوا عليه، بلاش الحوارات، بلاش تأفلمه، علشان هو استاذ في لغة العيون واستاذ ان هو يكتشف حواراتكم ويكتشف كل حاجة. عنده حدس احساس صادق، دايما بيكون صادق ودايما بيفهم الناس بسرعة، بتآمن جدا بالاشارات. انت يا برج الثور صبور جدا، صبور جدا. بص صبرك، صبرك من صبر اجبال، بتصبر جدا وعندك ارادة كده قوية، بتتحمل اي حاجة. مشكلتك كمان يا برج الثور ان انت هنا بتكره الانتظار، ما بتحبش الانتظار خالص وبتكره اي حاجة تدخل في الانتظار. من الصعب ان انت يا برج الثور تكره حد بسرعة، من الصعب ان انت تكره حد بسرعة. بتديه فرصة مرة واتنين زي ما قلت لك، بس وقت الجد خلاص ما بترحمش وبتبعد عن اي حاجة في حياتك. شايفة كمان يا برج الثور ان انت عندك مشكلة ملخبطة حياتك، فكرت فيها كتير الفترة اللي فاتت وطلعت منها بحلين، حل حاسس انه هيجي على كرامتك، والحل التاني خايف من ناحيته عشان ممكن يسبب لك الاذى. هقول تاني، عندك مشكلة ملخبطة حياتك، فكرت فيها كتير، طال وقت جدا في التفكير عندك، طلعت بحلين، حل حس انه هيجي على كرامتك وحل تاني خايف من ناحيته عشان ممكن يأذيك. هنا انت برج الثور واقف او كأنك واقف بين همين او بين خسارة، خسارة مجهودك اللي فات وخسارة اللي جاي، علشان لسه ما تعرفش خسارتك هتكون فين. عندك امور ملخبطة حياتك، عندك قلق وحيرة يا برج الثور، عندك قلق وحيرة. شايفة كمان ان انتوا بتقولوا السحر هو اللي ملخبط حياتكم. انت حاسس ان انت فاقد الامل، حاسس ان انت مش حابب الحياة، بس ان شاء الله باذن الله عندك خير، عندك هتطلع من الغدر والخيانة وهتوصل الى حاجة حلوة جدا في حياتك انت كنت مستنيها، وهيبقى عندك مكان هيتغير وهتتخلص من كل التشتت والحزن اللي انت فيه بعد ما تطلعوا من الطاقة السلبية، هتخشوا في طاقة ايجابية خلال اول 10 ايام من شهر يوليو، شهر 7، هيبقى عندكم طاقة ايجابية، هتاخد قرار في الموضوع اللي شاغل بالك ليك فترة، وهيبقى اختيارك صح، وهيبقى عندك وهتبقى مركز جدا جدا على اللي انت عايزه في حياتك، وهتتخلص من كل الهموم وكل المشاكل ان شاء الله باذن الله، وهيبقى عندك طاقة ايجابية، وهيبقى عندك حاجة مهمة جدا. اقدر اقول لك كمان يا برج الثور ان انت عندك اموال قادمة ليك، وهيبقى عندك تعويض حلو جدا، وهيبقى عندك عمل هيخليك تثق بنفسك اكتر، العمل ده هيخليك تثق في نفسك اكتر، وهتقدر تاخد قرارات
وهيبقى عندك مساعدات حلوة جدا. وشايفة كمان ان انت برج الثور هيبقى عندك فرحة وعندك ترقية وعندك سفر ممكن كمان يكون مع الاصدقاء، وهيبقى عندك مساعدة ماديا من الشريك او من بعض الناس اللي انت بتحبهم. عندك حاجات كتيرة جدا قادمة بإذن الله، هيبقى عندك سفر وعندك حاجات حلوة جدا. في شخص عندك يا برج الثور ندمان ان انت قطعت علاقتك بيه او ان هو قطع علاقتك بيه، وحابب ان هو يرجع لك وحابب ان هو يعيد ليك الايام، يعني حابب ان هو يرجع لك. شخص عندك يا برج الثور العلاقة اتقطعت وحابب ان هو يرجع لك تاني ويبدأ معاك من جديد، وعندك رجوع حق بإذن الله. بلاش تستسلم ابدا مهما تكون ضحيت باشخاص او تعيش دور الضحية، بلاش ان انت تكمل او بلاش ان انت تستسلم يا برج الثور، عشان عندك حاجات كتيرة جدا قادمة. عندك خير بإذن الله وعندك رزق وعندك مفاجأة حلوة جدا جدا جدا، وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة حلوة جدا هتدق ليها ابوابك، وهيبقى عندك رزق وعندك حاجات حلوة جدا هتحسن من حياتك وهتحسن من امورك بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عايزاك دايما تآمن ان ربنا كبير وان ربنا هو اللي بيكرم وربنا هو اللي بيبعد. عندك كمان يا برج الثور هنا ان انت اتصدمت من حد، اتصدمت من حد. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الثور، انت دخلت في علاقة طلعت منها منهار، طلعت منها مصدوم، طلعت منها مغدور، او طلعت منها حالتك النفسية متدمرة. عندك يا برج الثور اتنين ستات، اتنين الستات دول ناس مش كويسين جدا، ناس عايزين بيكرهوك. واحدة منهم يا برج الثور بومة، بومة جدا جدا. الست دي رفيعة، الست دي رفيعة يا برج الثور، ست مش كويسة خالص، ست مش كويسة خالص، احذر منها علشان هي مش كويسة، دايما عايزة توقعك في مشاكل، والست التانية زيها خلي بالك منهم. طيب ايه الحاجة اللي انت فقدتها وندمان عليها؟ ايه الحاجة اللي انت فقدتها وندمان عليها؟ برج الثور عايزك تكتب لي الاعراض اللي انت بتحس بيها وانت نايم. ناس بتقول ان احنا معمول لنا سحر، ناس بتقول ان احنا معمول لنا سحر. انا عايزك تكتب لي الاعراض اللي بتحسها وانت نايم يا برج الثور، عشان خاطر اقدر اقول لك اذا كان عايز اقول لك كمان انه هعرف اذا كان معمول لك سحر ولا لا. طيب مين يا برج الثور اللي بيديك طاقة سلبية في حياتك ودايما بيبقى عايز كده هو ما بيعملكش حاجة بس بيبقى عايز يديك طاقة سلبية، عايزك تقع، الشخص ده عايزك تقع علشان يحدف عليك بالطوب، احذر وخلي بالك. طيب مين الست اللي مدورة عندك دي؟ الست المدورة اللي وشها مدور وست طويلة كده، ست مش كويسة، مين الست دي يا برج الثور؟ مين كمان الحاجة اللي يعني مين كمان اللي هو مخليك متشتت في أفكارك؟ عندك رجوع يا برج الثور، عندك رجوع بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، وعندك علاقة جدية، عندك ارتباط، عندك حاجات حلوة جدا بإذن الله هتفرح قلبك وهتسعدك وهتريحك. العلاقات اللي بينك وما بين الشريك دول اللي دايما عندك نفور، عندك
علاقاتك بتتقطع بتتقطع انتوا الاتنين بسبب بسبب مشاكل عائلية، بسبب ان انتوا الشريك بدأتوا تتخانقوا كتير، بدأتوا ان انتوا تزعلوا كتير. لا يا برج التور، حاولوا تهدوا اللعبة شوية، حاولوا ان انتوا تكسبوا بعض، حاولوا ان انتوا تسمعوا كلام بعض عشان خاطر ما تخسروش بعض. خد القرار اللي انا قلت لك عليه في الموضوع اللي شاغل بالك وشاغل تفكيرك علشان خاطر ما تندمش وتطلعش منها خسران زي ما قلت لك. بص يا برج الثور، انت عندك طاقة سلبية، طاقة سحر، عندك طاقة سحر في حياتك، احذر منها وحاول تعالجها. عندك الاعراض دي يا برج الثور، دايما حاسس ان انت كسلان، حاسس بالارهاق والتعب لدرجة ان انت بتسند ايدك كده، بتحس ان انت دايخ، عندك دوخة، عندك القولون العصبي، الم في المفاصل في الركبة. قول لي الاعراض اللي عندك. انت يا برج الثور عندك علاقات معقدة، عندك كذا مشكلة في حياتك وملخبطة، عندك خبر حمل حلو جدا جدا جدا. الخبر الحمل ده بإذن الله هيكون عندك قريب جدا لفتاة ثور. طيب بص يا برج الثور، السحر المعمول لك معمول لك بالتفريق، تتفرق بينك وبين اولادك، تتفرق بينك وبين زوجك، شريك حياتك. السحر اللي معمول من البومتين معمول لكم من بالتفرق، بان انتوا مش طايقين نفسكم. انت باذن الله هتطلع من اللي انت فيه، وعندك انفراجات حلوة، وعندك انطلاقة جديدة، وعندك بداية جديدة في حياتك. هتعرف عدوك من حبيبك يا برج الثور ان شاء الله باذن الله. الناس اللي هي مش كويسة او الناس اللي هي مزعجة دي كتير جدا في حياتك وانت مش عارفها. عندك ورقة عاطلة في المحكمة بإذن الله، بإذن الله يا برج الثور هتطلع منها، وكمان هتطلع منها منصور وهتمضي عليها. وممكن لو انت مستني سفر فانت عندك سفر، لو مستني نجاح في الدراسة يبقى عندك نجاح في الدراسة. طيب قول لي يا برج الثور، انت ايه الحاجة اللي انت عايزها تتغير؟ هل هتغير بيتك، ولا هتغير نفسك، ولا هتغير حياتك، هتغير ايه بالظبط؟ في حاجة عندك ناوي تغيرها، عايز تطلع منها. دايما بتدور على الايمان وعلى الاستقرار وعلى الراحة. انت يا برج الثور من كتر الهموم والحزن اللي انت شايله في قلبك، بدأت في وقت وجعك ووقت حزنك بدأت ان انت تقول انا قلبي قوي، انا من كتر الطعنات اللي خدتها لازم اكون قوي. عندك حد توفى عزيز على قلبك يا برج الثور، وبتعاني كل من وقت للتاني وعندك نغزة ليه كده. طيب مين اللي عايز نفسك يا برج الثور؟ هل في الشغل، ولا هل حد معين في حياتك عايز نفسك وعايز يدخل معاك في مواجهة؟ كان من كام يوم عندك مواجهة يا برج الثور انت مع الشريك او مع الحبيب، او مكالمة فيها مواجهة وفيها خناقة، الله اعلم. برج الثور انت حصل عندك انفصال او عايز تنفصل، حياتك متلخبطة انت يا برج الثور من وقت للتاني. عندك ما عندكش استقرار، بس شهر يوليو هيكون عندك استقرار وعندك راحة بال بإذن الله. بص كمان يا برج الثور، عندك حاجة معينة هتحصل لو مخدتش بالك هتخسر، لو ما خدتش بالك هتخسر. المحكمة اللي انت داخلها، المحكمة اللي انت داخلها، يا هل تعلم او يا هل ترى محكمة ايه؟ انت اللي تعلم يا برج الثور.
طيب ليه انت عايز تطلع مكان فيه ترفيه؟ برج التور حاسس ان انت تعبت من الضغوطات اللي عليك وشيل المسؤولية، حاسس ان انت عايز تطلع من الهم اللي انت فيه وتطلع في اجازة، تطلع في رحلة. دايما مظلوم انت يا برج التور، مظلوم يا برج التور. بص انت هنا مظلوم وشايل هم، ظهرك انحنى من كتر الهم والتعب اللي انت شايله. طيب ايه الحاجة اللي انت بتخطط لها دي؟ ايه الحاجة اللي انت بتخطط لها؟ طيب في حد عندك بيدعي لك دعوة حلوة جدا، يقول لك ربنا يفرجها. احب اطمنك واقول لك بشرتين حلوة، عندك بشرة حلوة وعندك مساحة فاضية وعندك حمامة او سمكة. حمامة او سمكة، لو كانت سمكة فده رزق وده خير، ولو كانت حمامة فهي جايبه لك رسالة وجايبه لك حاجة معينة انت مستنيها. الناس اللي انت فقدتها عزيزة على قلبك بس اكتشفت ان هم خاينين ومش كويسين، احسن ان انت طلعتهم من حياتك. يعني بدأت ان انت تعزل يا برج التور، وبدأت ان انت تدي كل واحد في مكانه. بلاش تقول ان كل البيبان مقفولة في وش، لأ، عندك باب رزق هيتفتح، عندك حظ حلو. كل العكوسات والنعسات اللي عدت في حياتك، لأ، بالصبر حلتها، بالفرج ان شاء الله بإذن الله هتبقى عندك انطلاقة جديدة. انا عايزاك تخلي بالك من الناس اللي بتقولك احنا احبابك واحنا اقرب الناس ليك واحنا حبايبك، لأ، عايزاك تخلي بالك من الناس دي، وبلاش ان انت ايه تسمع لهم اكتر من كده، بلاش ان انت تسمع لهم اكتر من كده. سيبك، هسيبها على الله. الناس بعض مواليد برج التور او حد من فتيات برج التور عندكم تعارف مع حد على السوشيال ميديا، لإما قطعتوا علاقتكم بيه، لإما الفترة اللي جاية هتحطوه في دماغكم وهتحاولوا تقطعوا علاقتكم بيه، علشان دايما تعارف السوشيال ميديا مبيكونش كويس، بتنهي العلاقة بطريقة بشعة وبطريقة كويسة. عندك انتصار على الأعداء بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اتمنى لك الخير، عندك مقابلة حلوة جدا يا برج التور، عندك لقاء مع الاهل، لقاء مع الاحباب، لقاء مع القرايب، عندك خطوبة وما تمتش، كان عندك خطوبة هتتم بس ما تمتش، حصلت مشاكل وانفصلت يا برج التور. برج التور انت بتدور على الايمان والاستقرار والراحة، ودايما حياتك متلخبطة وعندك أمور معاكسة في حياتك. بسم الله ما شاء الله، في كذا طريقة هتتفتح في حياتك، وعندك كذا رزق، وعندك كذا حاجة هتتنور حياتك. لو انت عايز تسافر فعندك سفر، لو انت عندك تحقيق أمنية، يعني لو انت عايز تسافر فانت هتسافر، لو انت عندك دخول محكمة ومستني الخير فهو خير، لو انت بتدرسي وداخلة على امتحانات فانت عندك نجاح في الدراسة بإذن الله بفضل مجهودك اللي انت عملتيه. شوفوا انتوا ناويين على ايه، شوفوا القرار اللي انتوا هتاخدوه خدوه، ابدأوا بداية جديدة، كملوا في حياتك جديد، بلاش الروتين، انت بتحبش الروتين اصلا يا برج التور، حياتك دايما فيها تقدم وفيها خير بإذن الله. اتمنى لك كل ما هو جميل، اتمنى لك السعادة والرزق والتفاؤل والفرحة والهنا، وحياتك دايما تكون جميلة زي توقعاتك ان شاء الله بإذن الله. ادخل الشهر بطاقة ايجابية واركن الطاقة السلبية. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك، وكمان تكتبوا لي تعليق جميل زيكم كده، وتشجعوني دايما عشان انزل لكم قراءات جديدة. السلام عليكم.